اسو اسمي من اوروبا اخابرك اخ رشيد. سيد اسو اهلا بك، مرحبا بك. انا كردي بالاصل، انا لما كنت بالكردستان كنت مع الانصار الاسلام مع ملا كريكر كما هم يسموه، كنت مجاهد. لما جيت للسويد الحمد لله تعرفت على كم اخ مسيحي فهم فرجوني الطريق الحقيقي، طريق المسيح، طريق أمين. النور، طريق الحقيقي. يعني الشغلات اللي سويتوها لما كنت مع جماعة أنصار الإسلام، الشغلات الإرهابية اللي سويتوها، يعني توبيت من سيد المسيح، أرجو سيد المسيح يغفرني. لما كنت هناك يا سيد رشيد غير القرآن ممنوع نقرأ شيء، بس لما جيت للسويد قرأت غير شغلات على المسيح. لما تقرأ القرآن يعني جسديا تخاف كتير كتير، بس بالعكس لما واحد يقرأ الإنجيل يعني يرتاح كتير كتير. سمعت القرآن ليس جاي من الله، المحمد شخص سياسي شاطر كان حتى باعتقادي. فهسه يعني أرجو منك كالأخ تطلب من المسيح أن يغفر لي. طيب، وهل سلمت حياتك وصليت سلمت حياتك للرب يسوع أم ليس بعد؟ ليس بعد. هل ممكن تصلي معنا الآن وتسلم حياتك للرب يسوع؟ لأنه قرار شخصي ولا يعرف الإنسان مستقبله، لا تعرف بماذا يأتي الغد. هل تريد أن تسلم حياتك الآن؟ نعم. طيب تفضل، ردد خلفي يا أخ، يا أخ آسو. نعم. يا رب أشكرك. يا ربي أشكرك. أشكرك على نعمة أنك فتحت عيني. أشكرك على النعمة اللي أنت فتحت عيني. أشكرك لأنك نورت قلبي. أشكرك لأنك نورت قلبي. أشكرك لأنك أخذتني من الظلمة. أشكرك لأنك أخذتني من الظلمة. خرجتني للنور يا رب. خرجتني من النور يا رب. أشكرك على الغفران اللي قام به المسيح على الصليب. أشكرك على النور الذي أنبيه المسيح. أشكرك على الغفران يا رب. أشكرك على الغفران يا رب. أنا أؤمن يا رب. أنا أؤمن يا رب. أنك غفرت ذنوبي. أنك غفرت. غفرت كل الماضي. غفرت كل الماضي. لأنك يا رب دفعت الثمن. أنا أسلم حياتي. أنا أسلم حياتي. وأقبلك مخلص. وأقبلك مخلص. باسم يسوع المسيح. باسم يسوع المسيح. آمين. 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 الرب يسامح كل الماضي، الرب يسامح كل الماضي، لا تهتم لأجل الماضي، شوف في المستقبل. آمين. إن شاء الله، نعم. الرب معك.